بالدكتور رهبان أبدأ طارحا السؤال التالي: يا دكتور، هل علينا أن نوطن أنفسنا في العالم العربي إنه الزمن اختلف وأن ضربات الطبيعة ستكون متلاحقة وقاسية على النمط المغربي النمط الليبي خلال الأسبوعين الماضيين؟ في الواقع إن كوكبنا والعالم بأسره نستطيع أن نقول أنه دخل في زمن تبعات تغير المناخ، وهذا طبعا يعني له علاقة يجب أن تنتبه إليه. هذا الأمر كل القارات وكل الدول، وإن الدول العربية ليست بمنأى عن ما يمكن في المستقبل أن يحدث من ازدياد في الظواهر المناخية المتطرفة، كما هي أيضا القارات الأخرى. ذكر تقريركم أن المجموعة الأوروبية عندها إجراءات، وكذلك أيضا هناك إجراءات إقليمية. إذن الخطوة المقترح الذي ذكرتموه هو مهم، وهو يسير في الاتجاه الصحيح في الاستباق لمثل هذه الكوارث الطبيعية المستقبلية. إذن إقليمنا الوديع مناخيا يا دكتور يكشر عن أنيابه الآن، ينبغي أن نوطن أنفسنا على ذلك. بالتأكيد يجب أن يكون عندنا أكثر من الماضي حيطة وحذر، وأن يكون عندنا مجهود جديد في الماضي في الإجراءات الاستباقية لما يمكن من يحدث كوارث طبيعية. هذا ضروري، كما هو ضروري في أي بلد في العالم الآن، والدول العربية يجب أن تكون معنية بهذه الأمور. إذن أنت متحمس لهذا الاقتراح المصري الأردني بتشكيل هيئة عربية لإدارة هذا النوع من ضربات الطبيعة يا دكتور؟ بالتأكيد بالتأكيد، وأضيف أننا نود أن تكون هذه الهيئة المقترحة هي أن تدير ليس فقط الكوارث عندما تحدث أو الاستجابة للكوارث، ولكن أن تدير هذه الهيئة الإجراءات، تحضير الإجراءات للحد ولاستباق خطر الكوارث الطبيعية. وهذا النوع من الإجراءات أيضا يفيد في غير مجالات، في مجالات الأزمات التي يمكن أن تتبع بعد مرات من كوارث أخرى كالكوارث التكنولوجية أو أخرى. إذن هذا هو إجراء صحيح حكيم وجيد ويسير في الاتجاه الصحيح.